فهنا الاسباب ترجع للتنشئه تاع هاد الاشخاص. يعني لو نعاودوا نرجعوا للتاريخ ديالهم، ربما للطفوله ديالهم، راح يكونوا يعانيوا من العديد من النقائص. اول حاجه يعانيوا منها اغلب هاد الناس اللي ضخموا، ماشي يعني حياه حقيقيه كما لازم، ما راهوش ينشر في الحياه الحقيقيه، انما ينشر في حاجه اللي راهو حاب يستقطب بها مشاهدات ولا يجيب بها ناس اللي يقدروا يتبعوه ويشوفوه ويقولوا هذاك الانسان واو، هذاك الانسان عايش.